تيست تيست، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا اسمي مدحت داوود، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كاتفيد 19، الايفنت اللي معمول اونلاين بسبب الحجر الصحي اللي كل الناس موجودين فيه. يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم بخير ومبسوطين، وتكونوا غاسلين ايديكم كويس طبعا، وما بتخرجوش من البيت، ومحافظين على صحتكم. الفيديو بتاع النهاردة أنا كنت صراحة ناوي إن أنا أصوره بفيديو كمان يظهر صورتي هنا على اليمين تحت، ولكن في الحقيقة السوفت وير اللي أنا المفروض بستعمله عشان خاطر، لو كنت ناوي إن أنا أستعمله يعني عشان خاطر أصور الفيديو دوت، يعني لسخرية القدر كان in maintenance في الوقت اللي أنا بصور فيه الفيديو دلوقتي لمدة 4 ساعات قبل الإيفنت، وأنا المفروض إن أنا أبري ريكورد الفيديو دوت عشان خاطر أعمله أبلود. الفيديو ده بريمير على يوتيوب، بس هو متصور في نفس اليوم يعني، فاعذروني لو انتوا كتبتوا اي حاجة في الشات، انا هكون موجود في الوقت بتاع الشات، بس اتمنى ان احنا نتفرج على الفيديو. هيبقى لطيف لو كل واحد كتب في الشات بس ان هو موجود وبيسمع دلوقتي، ولكن نتفرج على الفيديو كلنا ونشوف، يعني نحاول ان شاء الله نستفيد منه اكبر قدر ممكن. ولو في اي اسئله موجوده عند الناس بعد كده، للاسف ديورنج الفيديو نفسه مش حاضر ان انا اجاوب عشان خاطر ما يفوتش الناس، ما يفوتهاش حاجه، لان هو مش كايند اوف لايف ايفنت، هو كايند اوف سيشن، يعني انا حاولت ان انا اخليه بسيط ويكون وزن ساعه واحده ان شاء الله علشان خاطر الناس تقدر تستفيد بيه ويبقى سيرشبل بعد كده، الناس ممكن ترجع له بعد كده ان شاء الله بسهوله عشان ما يكونش طويل قوي عليهم فما يقدرش ان هم يرجعوا له. فدلوقتي احنا اتفقنا ان ان شاء الله هنبدا السيشن دلوقتي، واي اسئله ليكم بدل ما هي في الشات، لو سؤال عايز اجابه عليه يعني يا ريت تكتبوه تحت في كومنت، وانا ان شاء الله قدر الامكان بعد الفيديو ده والمدة ساعه بعدها ان شاء الله هحاول ان انا اقرا كل الكومنتس اللي موجوده في الكومنتس سيكشن بتاع اليوتيوب، واقدر ان انا اجاوب عليها ان شاء الله في وقتها. ولو حاجه ليتر هقول لكم الكونتاكتس بتاعتي كمان عشان تتواصلوا معايا بعد كده ان شاء الله. طيب خلينا نبدا السيشن بتاعنا. فرونت اند ديفلوبر ريسيبي، او وصفه الفرونت اند، ازاي تعمل فرونت اند او تبقى فرونت اند كويس، دي الوصفه بناء على خبرتي انا الشخصيه. انا مين في الاول؟ خليني اعرفكم بنفسي. انا اسمي مدحت داوود، انا عندي خبره اكتر من 10 سنين في مجال الويب. انا دلوقتي سوفت وير فرونت اند انجينير، بشتغل في شركه في هولندا بقالي حوالي 3 سنين، وقبلها كنت شغال في شركات كتير في مصر. انا بالمناسبه خريج كمبيوتر ساينس جامعه المنصوره، فواضح يعني ممكن يكون في ناس كتير من المتابعين طبعا فريق كات، لان هو اسره طلابيه في جامعه المنصوره، فغالبا انتوا كلكم جامعه المنصوره، بسلم عليكم كلكم. انا بابليك سبيكر وتوتر، او يعني بدرس انستراكتور يعني بقالي وقت طويل، يمكن من ايام ما كنت طالب حتى في الكليه كنت بشتغل الموضوع دوت. ف دي مش اول مره ان انا اتكلم في ايفنت الكات، خصوصا كات دي ثالث مره اتكلمت قبل كده في ايفنت تقريبا في 2010، وايفنت تاني كان سنه تقريبا 2012 او 2013 حاجه كده. انا دلوقتي بعمل فري فيديوز على اليوتيوب، سنس ان انا مش موجود في مصر فمش بقدر ان انا اعمل ايفنتس على ارض الواقع، وده يمكن اللي خلاني دلوقتي موجود معاكم في فيديو اونلاين على الانترنت بدل ما هو سيشن على ارض الواقع. تقدروا تعملوا سبسكرايب على قناه اسمها مدحت داوود او قناه اسمها سيمي كولون، ده لو عايزين تعرفوا يعني فيديوز اكتر. انا عملت ببلش لبريميوم كورس مع باكت ببلشنج سنه 2019، بقى اكتر من سنه تقريبا، بتكلم في ريدكس ريسيبيز، معنى ان هو بريميوم طبعا ان هو مش فري، لكن هو بيعملوا ديسكاونتس هايله جدا، فممكن يعني الكورس ممكن يوصل معاهم في النهايه ل $5 اللي هو وزن اقل من 100 جنيه يعني، يعني ساندويتش. فدي حاجه بتهيألي ان هو انفستمنت كويس من وجهه نظري، ان هي ان شاء الله حاجه تفيدكم باذن الله يعني. طيب عشان تتواصل معايا خلينا متفقين ان انت ممكن تتواصل معايا عن طريق تويتر، ده افضل طريقه، يا ريت تبعت لي تويتس في اضيق النطاق دايركت مسجز، لان انا ما عنديش فيسبوك. ممكن تتواصل معايا على الفيسبوك على البيج بتاعت سيمي كولن اكاديمي، بس انا بفضل اكتر على تويتر او على الجيت هاب اكونت بتاعي، في ريبو اسمه اسك مي اني ثينج، ده تقدر تسالني عليه اي سؤال تكنيكال او مش تكنيكال، وانا ان شاء الله بجاوب عليه وزن يعني ايام قليله جدا ان شاء الله.
وده هتلاقي الكونتاكتس بتاعتي كلها في اخر سلايد باذن الله. طيب ده عني، خلينا نخش في الموضوع على طول. السيشن ديت معموله لمين؟ ايه نوعيه الناس اللي ممكن تستفيد من السيشن ديت؟ طبعا بالتدريج كده مين اكتر حد هيستفيد، وبالتدريج الناس اللي ممكن تستفيد اقل شويه شويه. اول حد هم نيوبيز، الناس الجديده في مجال الفرونت اند، اللي لسه مش عارفين فرونت اند او ناويين يتعلموا فرونت اند، لسه طلبه او بيشيفتوا كارير او وات ايفر لسه مش عارفين اول فرونت اند، فالسيشن ديت يعني هتكون الماكسيمم بينيفيشال للناس اللي من النوع دوت. الميديورز اللي عندهم انسرتينيتي للكارير باث بتاعهم، هم دلوقتي ميديورز بقوا عارفين شويه فرونت اند ولكن مش عارفين انا هعمل ايه بعد كده، او انا ايه اللي كان ناقصني قبل كده، او انا فين، انا ماشي صح ولا مش صح. وده حاجه صحيه جدا وبتحصل لنا كلنا، ومحتاجين لتوجيه يقول لنا انتوا ماشيين صح ولا لا، هل انتوا دلوقتي في الطريق المظبوط، هل انتوا محتاجين انكم تذاكروا حاجه تانية، هل انتوا كنتوا المفروض ذاكرتوا حاجه تانية قبل كده بس اتس نيفر تو ليت، يعني انك ممكن تتعلمها دلوقتي. دي كلها حاجات valid، فالسيشن دي مفروض انها تجاوب على الميديورز دول برضو عشان خاطر ما يبقاش عندهم uncertainty. السيشن دي برضو ممكن تكون مفيدة جدا للسينيورز اللي عندهم some gaps. بعد ما بتبقى سينيور وكبير يعني في المجال او بقالك كم سنة في المجال، بتلاقي نفسك بتبص ورا كده تقول اوكي انا في عندي كذا جاب. الجابس دي بتكتشفها انت بقى لما بتدخل في سيش في 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 بروجكتس كبيره وبتخش في نقاشات كبيره، بتروح تحضر مثلا سيشن لحد فبيقول حاجه بيزك جدا، بس بتلاقي نفسك انا مش عارف الحاجه ديت، طب انا كنت المفروض اعرفها ولا ايه. فده ساعات بقى بيحصل لك ان انت ايه، لا انا كده عندي missing out او فومو زي ما بيقولوا عليه. فالسيشن دي برضو ممكن شويه تخليك مثلا تبقى متأكد شوية ايه الجابس اللي عندك وتفلها يعني as soon as possible، فتحس ان انت اوكي انا كويس، انا دلوقتي الحمد لله ما عنديش جابس كتير وستيل اقدر ان انا افضل سينيور وكويس وما عنديش مشكلة، واقدر ان انا امنتور الناس كمان. الصنف الرابع هو اي حد انترستد الفرونت اند. في الحقيقه حتى لو انت باك اندر وانترستد تسمع اي حاجه عن الفرونت اند، فالسيشن دي ممكن تكون بنفيشال جدا بالنسبه لك. بس ده بالترتيب كده مين اكتر حد هيستفيد ممكن الاقل استفاده من السيشن ديت. طيب السيشن دي نفسها بقى عن ايه؟ السيشن ديت ببساطه من العنوان بتاعها كده، هي فرونت اند ديفلوبر ريسيبي، هي الوصفه السحريه لعمل فرونت اند. اول حاجه هنتكلم فيها هو الفرونت اند في اللاست ديكيد، في العشر سنين اللي فاتوا دولت، يعني الفرق ما بين سنه 2010 وسنه 2020 اللي فيه السيشن دي بتتعمل، الدنيا كانت عامله ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي، وايه الصعوبه وايه السهوله بتاعت التشنج دوت، ايه هو الحاجات الاساسيه اللي لازم 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 انت كفرونت اندر تكون عارفها، والحاجات الكويسه جدا اللي انت تعرفها بعد ما تبقى عارف الحاجات الاساسيه، والحاجات اللي انت يعني المفروض ما تتركزش عليها خالص وانت لسه بادئ المجال بتاع الفرونت اند، ويعني احنا نحاول نحل الكونفيوجن ده. الحاجه الثالثه هو الاكشنز اللي انت المفروض تاخدها النهارده مش بكره، هنتكلم فيها. وبعد كده هنتكلم في الاخر خالص في اخر السيشن الريسيبي بتاعت البيست فرونت اند ديفلوبر. ان شاء الله هحاول قدر الامكان ان انا كفر كل الحاجات ديت وزن 1 اور ان شاء الله، ساعه واحده. خلينا نبدا كده ببريف سريع، هو يعني ايه اصلا فرونت اند؟ يعني ايه هو الفرونت اند ديفلوبمنت؟ ببساطة عشان خاطر هو طبعا السيشن دي مش انتراكشن، فمش هقدر ان انا اسأل حد ويجاوبني، انا هجاوب انا يعني بابسط الطرق. انت دلوقتي بتفرج على الفيديو دوت من خلال اليوتيوب، اليوتيوب قدامك انت شايف فيديو وشايف شات وشايف كومنتس وشايف تول بار وشايف كل حاجة قدامك، كل حاجة قدامك ديت بيزيكلي هي فرونت اند. يبقى هو بيزيكلي anything visible او anything visible in web page هو ده الفرونت اند. التكست فرونت اند، الايمجز دي فرونت اند، الاكشن اللي بيحصل فرونت اند، لما بتكتب مثلا الفيد ان والفيد اوت اللي بيحصل ده فرونت اند، اي الريكوست اللي بيحصل للباك اند عشان يجيب لك الفيديو والليتست فيديوز ديت ده فرونت اند. فانت بيزيكلي اي حاجه، اي حاجه انت بتشوفها في الويب بيج هي عباره عن فرونت اند ورك، اي كان بقى اذا كان ديزاين او كان ديفلوبمنت، فده هو الفرونت اند. بس ما هواش ليه علاقة بالبروسيس كلها، ما هواش عبارة عن الديزاين بس، ما هواش عبارة عن بعض الناس يعني بيسموا نفسهم فرونت اند لمجرد انهم بيكتبوا HTML و CSS، وده غلط وارد يعني. وفي ناس بتسمي نفسها فرونت اند لمجرد انها بتكتب جافا سكريبت، وده غلط تاني وارد. هنعرف الكلام ده النهاردة من خلال السيشن ان شاء الله.
طيب ده التعريف البسيط قوي 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 يعني ايه فرونت اند ديفلوبمنت. طيب خلينا ناخد جولة سريعة كده، هي الدنيا كانت عاملة ازاي من 10 سنين ايام انا كنت لسه يعني في بداية الكارير بتاعتي. الفكرة بتاعت الفرونت اند والشغل اللي هو الحاجات اللي انت قدامك في الويب بيج دي كانت بتمبلمنت ازاي، وكانت خبرات عاملة ازاي، وكان الريكويرمنتس عاملة ازاي. كان في شوية تكنولوجيز واضحة اياميها كانت طبعا رقم واحد بالنسبة لنا هو ال HTML وال CSS وال JavaScript، دول كانوا هما اللي موجودين. طبعا كان HTML5 كان لسه طالع كده وبشاين لسه يعني مش fully supported، CSS3 كان شرحه، وال JavaScript كان JavaScript اللي هي ECMAScript 5 اللي هي كانت طالعة في 2009 تقريبا يعني. فالدنيا كانت ما شاء الله يعني comparing لدلوقتي في منتهى البساطة HTML و JavaScript و CSS، سنس ان دول هم الحاجات اللي اي براوزر في الدنيا كان بيفهمهم، فهم دول الحاجات اللي كانت اساسيه. بس كان في شويه حاجات تانية بقى كده كانت هي ديت اللي بتمثل فكره الفرونت اند اياميها. كان في البوب الكبير الجي كويري، الجي كويري كان طبعا السلوجان بتاعهم رايت ليس دو مور، دي كانت يعني انا متاكد ان في بعض الناس من اللي بتتفرج علينا دلوقتي اللي لسه خريجين السنه دي او لسه طلبه ممكن يكون بالنسبه لهم الجي كويري ده يعني ميستري، ما هوش حاجه موجوده لان هم ما شافوهاش في الحقيقه. الجي كويري دي كانت لايبراري، كانت هيلبر يعني بتساعد الناس انها تكتب بيتر جافا سكريبت، بتساعدك في انك تعمل ايجكت ريكويستس، بتساعدك في انك تعمل سيليكشن، بتساعدك في انك تعمل اي حاجه انت عايز تعملها وزن جافا سكريبت انت بتكتبها بالجي كويري، والجي كويري داخليا بيكتب هو بقى ايه الحاجات التانيه البويلر بليت كود يعني. فمثلا لو انت عايز تعمل ريكويست للباك اند بايجكس كنت ممكن تكتب بالجافا سكريبت حوالي 10 سطور، في الجي كويري انت بتكتبها في سطرين او ثلاثه. فده كان الفكره الاساسيه للجي كويري يعني، وبناء عليه بقى كان الموضوع ثوري جدا ان اي حد في الدنيا عايز يعمل اي حاجه قبل ما بيعملها بيروح يسيرش على لايبراري مبنيه بيزد على الجي كويري. فكنت بتلاقي حاجات كتير جدا مكتوب عليها اسم اللايبراري دوت جي كويري دوت جي اس، عشان هي مبنيه عندها ديبندنسي على الجي كويري داخليا فبتنزلها وبتستعملها. سورتبل تيبلز بقى، بتستعمل انيميشن دراج ودروب، اي حاجه كانت جي كويري هي كانت المسيطره بشكل كبير جدا، يمكن من اول ما طلعت غالبا 2006 لغايه لما طلعت الفريم وركس، وهنتكلم في الموضوع ده بعدين. سنة 2010 برضو ظهرت انجلر جي اس، ايوه هي ظهرت في نهاية 2010، طبعا ما خدتش الهايب اللي هي كانت فيه في الفترة من 2011 12 كده لغاية 2015، لكن كانت موجودة من 2010 نهاية 2010. كان في لايبرز هيلبرز برضو زي اندرسكور، دي كانت موجودة، دي عبارة عن برضو utilities كده بتستعملها عشان comparison بتاعت الobjects، عشان تعمل sorting، عشان تعمل اي حاجة بس بطريقة بسيطة برضو، هي زي encapsulation كده لشوية JavaScript code لانه كان boilerplate code كتير وانت بتستعمله internally. كان في حاجة اسمها backbone، ده كان النواة الاساسية يعني هي وانجلر للـ MVC الموديل والفيو والكنترولر، ده كان هو ده الترند اياميها، كان الترند في فترة ما بين 2010 لغاية يمكن 2013-14 كده كان الترند انك تكتب MVC كده انت راجل برنس في نفسك وبتكتب حاجة كويسة يعني. فده كان الفكره في 2010 نفسها يعني، ده كان شكل اللي بيشتغل فرونت اند. وباي ذا واي كلمه فرونت اند نفسها ما كانتش موجوده اياميها كان في سوفت وير انجينير، وما كانش في ديف اوبس، وما كانش في باك اند، وما كانش في التقسيمه دي، احنا كنا بنكتب كل حاجه. فانت اوريدي كنت بتكتب الفيتشر فروم اي تو زي اللي هو دلوقتي يعني بعض الناس بيسموها كلمه فول ستاك ديفلوبر، ولكن اياميها كنت تقدر تبقى كده. ليه؟ لان انت الزمان شايف كده كان فيه سيمبليسيتي، كان الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها عشان تكتب الفيتشر من الباك اند للفرونت اند لكل حاجه كانت حاجات مش كتير خالص يعني، لو عرفت شويه جي كويري جنب الباك اند بتاعك بيس انت كده تقدر تبني الفرونت اند كويس جدا. لو انت عرفت انجلر جي اس، وانجلر جي اس يعني كانت من ابسط الحاجات ويمكن كلنا كلنا منها عايش يعني، خلاص انت كده شاطر بتعرف تكتب فرونت اند كمان، وكنت انت مودرن لو كتبت انجلر جي اس يعني. ممكن انجلر جي اس خلاص جوجل هتوقف السبورت ليها قريب جدا في 2021 تقريبا يعني، مش فاكر، لو حد فاكر يكتب لنا في الكومنتس. فخلاص انجلر جي اس دلوقتي اصلا وقفوا فيتشرز جديده ليها بقالها مده، وهم بس بيوقفوا السبورت تماما في قريب يعني في السنتين الجايين. فخلاص دي بتموت، ودي كانت مبنيه في بدايه الديكيت، في بدايه العشر سنين دول، لانها ما عادتش مودرن. تعالوا بقى نبص على 2020، هي الدنيا في 2020 بتعامله ازاي.
نسيت ان انا اعمل هيدن للنكست جي اس. ايا كان بصراحه اعذروني يا جماعه، السيشن دي كلها متجهزه امبارح بس ومتصوره النهارده، فممكن تلاقوا في حاجات ناقصه حاجات زايده يعني زي ما تكون. فدلوقتي الدنيا ايه في 2020؟ في حاجه زي نكست جي اس، خلينا نبدا بيها. في طبعا HTML وال CSS والجافا سكريبت برضو، ولكن في الفتره ما بين 2010 لغايه 2015 كانت ظهر بقى الجافا سكريبت فريم وركس اللي بتعمل سنجل بيج ابس زي انجلر وزي فيو وزي رياكت. طبعا في الفتره اللي هم ظهروا فيها في 2013 و14 و15 حاجه كده ما كانش الهايب بتاعهم زي الايام دي. دلوقتي الموضوع بقى ضغط كبير جدا على اي حد داخل الفرونت اند، هوبا لازم يا معلم تتعلم حاجه من دول، انجلر فيو رياكت لازم، ده اساسي ما ينفعش ان انت تتنازل عن حاجه زي دي. بعدها هتلاقي برضو في حاجات زي تاسك رانرز، في جلب، وفي كان في جراند كمان، بس انا يعني بجيب الحاجات الاساسيه بس دلوقتي او المشهوره اكتر دلوقتي. في ويب باك وفي رول اب، في الحاجات اللي كانت بتساعد في ديزاين زي بوتستراب وزي ساس وزي ليس وزي فاونديشن وستايلس وزي حاجات كتير تانية. طبعا حاجات بتعمل ستيت مانجمنت زي ريدكس وزي جراف كيو ال، حاجات زي اللي بنسميها الجافا سكريبت دايلكتس، طبعا طلع اللي هو الاكم سكريبت 2015 او اكم سكريبت 6، وما زالك بقى طلع بعدها الاكم سكريبت نيكست يعني، وطلع التايب سكريبت، وطلع الم، وفي دارت، وفي حاجات، وفي يعني كميه تكنولوجيز كتير جدا. طبعا ام دي ان بدا يشاين، ام دي ان معمول تقريبا سنه 2008، ولكن كان اياميها 2010 ايام ما بدانا يعني، او من قبلها من ايام كنا في الكليه مثلا 2006 2007، كان اللي كان بيشاين انك تتعلم ويب يعني كنت لازم تروح لايه W3 schools. يمكن السايت ده لسه لغايه دلوقتي موجود ولكن بقى اولد فاشن شويه عشان في مينتينرز كانوا قليلين ايام ما كانش ينفع ان انت تعدل فيه. ام دي ان مبني من الكوميونتي ومن اقوى الحاجات اللي موجوده على الاطلاق تتعلم منها البيزكس بتاعه الويب. طبعا دلوقتي في لايبرز كتير جدا زي لوداش انستيد اوف اندرسكور، يعني لوداش مور مودرن دلوقتي وفيها مور سبورت ومور تكنولوجيز يعني مور فانكشنز. في حاجه بتساعدك في اليونت تيستينج زي جاسمين وزي كارما وزي جيست. في حاجه زي بابل بتساعدك في انك تترانسبايل الكود بتاعك عشان تستعمل المودرن جافا سكريبت. في طبعا اديتورز شاينو زي اتوم وزي فيس كود وسبلايم وغيره. في حاجات زي باكج مانجر زي ام بي ام وسي ال اي تول زي يارن، وطبعا جيت بدا يشاين اكتر في الديكيد دوت. دي الحاجات الاساسيه قوي يعني اللي الهايب عليها وكل الناس بتتكلم فيها. قد اكون يعني نسيت بعض الحاجات، بس ديت الحاجات اللي انا بحس ان هي دايما عليها ايه، الناس لو شافتها دلوقتي من الناس الجديده هيقول يا نهار ابيض يعني انا لازم اتعلم كل الحاجات دي. انا عارف ان في كونفيوجن وعشان كده انا جاي النهارده اتكلم. كل الحاجات اللي قدامك ديت انت المفروض ما تتعلمش منها اي حاجه دلوقتي قولا واحدا. خلينا نفكس الكونفيوجن دلوقتي، انسى بقى كل اللي انا قلته دوت عن الدنيا كانت عامله ازاي سنه 2010 والدنيا دلوقتي عامله ازاي سنه 2020. الكونفيوجن حاصل وهيحصل بسبب ان في ناس كتير بتكون للاسف غير مسؤوله لما تيجي تتكلم مع حد لسه جديد في المجال وتقول له روح اتعلم كذا وتعلم كذا وتعلم كذا عشان خاطر هو ده اللي ماشي دلوقتي وهو ده السوق مش عارف ايه. يا جماعه ما ينفعش لما يكون في حد لسه صغير في المجال وعايز يكبر وعايز يتبنى مظبوط، لابد ان هو يعني ياخد الطريق من تحت وياخد الطريق مظبوط ويتعلم مظبوط ويبني اساسات صح عشان خاطر بعد كده ما يتهش. ما تروحش تعلمه تكنولوجي فلما يسيب التكنولوجي ديت ويروح شركه تانية بتشتغل بتكنولوجي تانية يبقى لايس، ما ينفعش. طيب خلينا نفكس الكونفيوجن دوت دلوقتي حالا ونشوف احنا المفروض نتعلم ايه بشكل اساسي والمفروض نتعلم ايه عشان خاطر ثانية واحدة والمفروض نتعلم ايه عشان خاطر نكون احسن، والمفروض ما نتعلمش ايه خالص واحنا في البداية، وده كده كده مع الوقت هنتعلم. خلينا نبدأ بالأماست. What is a must to know to be a front-end developer؟ ايه الحاجات اللي لازم 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 تتعلمها؟ وعشان الثيم بتاعنا النهاردة ان هو ريسبي يعني اكل وشرب وحاجة كده، فانا اعتبر ان ديت زي المية والهواء. انت تقدر بالمناسبة طالما في مية وفي هواء تعيش، تفضل عايش على قيد الحياة، ما تقدرش تستغنى عن الاثنين دول. تقدر تستغنى عن اي حاجة تانية، الاكل العادي ممكن تستغنى عنه، انما دول عشان خاطر تفضل عايش دول كفاية جدا يخلوك عايش يعني. طيب ايه هما الحاجات ديت؟ مفاجأة. HTML. ال HTML بعض الناس ممكن تكون مستفهاه جدا، هو بالمناسبة هو مش programming language،
هو ماركب لانجوج، هو بيساعدك في انك تديزاين، بس هو مش بيساعدك في انك تديفلوب حاجه، عشان خاطر بس الناس اللي بتقول عليه بروجرامينج لانجوج، هي مش بروجرامينج لانجوج. طيب ايه ال HTML يا عم مدحت؟ انت بتتكلم في حاجات بسيطه قوي يعني. لا والله هي حاجه مش بسيطه خالص، وانا لغايه دلوقتي بتعلم HTML، ولغايه دلوقتي بطور نفسي في ال HTML، ولغايه دلوقتي بيبقى في حاجات انا بكتشف نفسي ان هي واقعه مني وجابس، انا محتاج ان انا افلها. فانت دلوقتي نصيحتي ليك كواحد لسه بتبدأ، ابدأ اتعلم HTML كويس جدا كويس جدا. يعني مثلا يعني احنا بنشوف والله العجب في الانترفيوز، لما بنيجي الانترفيو ناس بيسموا نفسهم سينيورز وحاجات كده، ويعني بس للاسف الشديد المجال بتاع الفرونت اند، انا عارف ان هو مش يعني مش عارف اقول للاسف ولا ديت ميزه لمجال الفرونت اند، ان هو مجال سكسي جدا للناس، الناس كلها عايزه تخش، والناس كلها عايزه يعني توهمه منهم ان هو سهل جدا ويلا بينا نبقى نخش يعني نشتغل فيه. هو سهل؟ اه هو سهل، بس الاحتراف فيه ما هوش سهل، انك تبقى محترف فيه وتكون كويس جدا فيه، ده هو اللي بيتطلب منك مجهود شويه. فما ينفعش واحد مثلا يجي لي في انترفيو في اتش تي ام ال ابقى بساله مثلا مدي له اسيسمنت يعمله، والاقيه في الاسيسمنت عامل ديفايه وحط عليها ايفنت اون كليك. احنا بنهرج كده، احنا انت بتهرج يا بيه. الايفنتس لازم تتحط في مكانها المظبوط. ما ينفعش مثلا ان انا اكون عايز اعمل لينك مثلا والاقيه عامل لي اسبان وحاططها الستايل بتاعها ان هي لونها مش عارف ازرق وليها اندرلاين وحاطط عليها اون كليك. احنا بنهرج برضو. في حاجه اسمها سيمانتك اتش تي ام ال، وفي حاجه اسمها اكسسبيليتي انت لازم تركز عليها. دي الحاجات اللي انا بتكلم فيها. انت كواحد لسه بتبدأ دلوقتي، اسس نفسك صح، اتعلم انك تكتب ال HTML صح. ال HTML مش حاجة صغيرة، ال HTML مش حاجة تافهة، ال HTML حاجة من المين جانز، يعني الارسنال بتاعتك ما ينفعش تخلو من ال HTML، لازم تبقى تنين في ال HTML. احنا بنتعلم الموضوع ده كل يوم، ومن الكود ريفيوز ومن الحاجات ديت بنتعلم ازاي نكتب HTML مظبوط. دي مش حاجة بسيطة ومش حاجة تستهزى بيها. يبقى دي رقم واحد من الحاجات الأساسية المتطلبة فيك كفرونت اند ديفلوبر، ما ينفعش تبقى ضعيف فيها. دي ما ينفع، دي is not an option. تمام. الحاجة التانية مفاجأة صح، CSS cascading style sheets، وده في الآخر الحاجة اللي بتلون لك اللي انت عملته في ال HTML، او مش بتلون بس هي بتلون بصراحة، وبتعمل layout وبتعمل design وحاجة في منتهى الأهمية. انا بعاني شخصيا من الموضوع دوت مع بعض الناس، يعني اشتغلت معاهم قبل كده، انه يكون حد تنيني جدا كجافا سكريبت وايز يعني، والكرافت عنده عاليه جدا، ولكن ما بيعرفش يكتب سي اس اس كويس. انا يعني انا بحس ان ده بصراحه خلاص مكانك مش هنا. يعني عايز تشتغل شغلانتك، تعال نخليك باك اند ديفلوبر، اشتغل نود، انت بتكتب جافا سكريبت كويس على فكره، فمكانك مش هنا بيه. انت فرونت اند ديفلوبر، مطلوب منك تكون بتكتب سي اس اس كويس، ده مطلوب منك. انا يعني انا ما بفهمهاش لما تكون انت اسمك فرونت اند ديفلوبر وما بتعرفش تكتب سي اس اس كويس، وده مش مطلوب منك ان انت تكون فنان يعني تقعد تفنن، لا انت بيكون معاك يو اكس ديزاينر كده كده، بس انت لازم تكون بتفهم ازاي بتكتب سي اس اس، لازم تكون بتفهم التولز اللي معاك دي. تول ما ينفعش ان انت ما تكونش فاهمها. يعني برضه هديكم مثال صغير كان حصل قبل كده، حد كنت بشتغل معاه وكنا بنستعمل حاجه زي بوت ستراب، قررنا نستعملها في ابلكيشن عندنا، وبعدين اتطلب منه ان هو يشيل الجلو اللي هو كان بيحصل الاكسسبيليتي لما بتيجي تفوكس على انبوت، ما عرفش يعمله. هو مش فاهم يعني ايه حاجه اسمها اوت لاين تكون موجوده في سي اس اس، اتريبيوت ولا بروبرتي. يا جماعه ما ينفعش، السي اس اس اساسي، سمي نفسك فرونت اندر يبقى قالب به كده HTML CSS، لازم تبقى عارف الكلام ده. اه في ديزاينرز بيبقوا عارفين الحاجات دي، بيبقى اسمهم UI developer by the way. ممكن يكونوا هم مختصين في الموضوع ده وشطار جدا فيه، بس انت كفرونت اند ديفلوبر انت مسؤول عن ده، انت مسؤول عن ده، وغالبا ده شغلك انت مش شغله هو. لو هو عمله يبقى هو شاطر كويس ويقدر يشفت قريب ويبقى فرونت اندر لو اتعلم جافا سكريبت كويس، لكن انت كفرونت اندر مطلوب منك HTML كويس جدا و CSS كويس جدا. طيب تالت حاجة طبعا دي ما اعتقدش ان في حد ممكن يختلف معايا عليها، انه لازم تكون انت كويس جدا في الجافا سكريبت. جافا سكريبت لما اقول هنا جافا سكريبت، انا بتكلم في اساسيات الجافا سكريبت، انا بتكلم في ان انت تكون عارف بيور جافا سكريبت، فانيلا جافا سكريبت زي ما بيقولوا. فانت دلوقتي عشان تبقى عارف تبقى فرونت اند ديفلوبر
كويس مبني اساسياته مظبوط، لازم تبقى عارف تكتب كل حاجه من غير اي لايبرري خارجيه ومن غير اي فريم ورك خارجيه، تكون بتكتب جافا سكريبت نفسها، تكون بتكتب انت نفسك تعرف تكتب لايبرري زي اللي انت الناس بتستعملها ديت. لو انت ما بقاش عندك الكرافت القويه في انك تتعلم اللغه جامد جدا كبيور جافا سكريبت، انت ستيل ما انتش جافا سكريبت ديفلوبر او ما انتش فرونت اند ديفلوبر شاطر، دي ما فيهاش نقاش يا جماعه. يبقى ال HTML ال CSS الجافا سكريبت البيور جافا سكريبت الفانيلا جافا سكريبت دي اساسي ما فيهاش نقاش، ما حدش يتناقش فيها ويقول لك انا كويس والله في ال HTML شويه بس مش جامد في ال CSS. حلو، عندك جاب اشتغل عليها عشان تبقى كويس، لان ده اساسي، ماهوش نقاش. والله انا بكتب جافا سكريبت كويس بس ماليش في الديزاين، يبقى انت ما انتش فرونت اند ديفلوبر. اشتغل على نفسك يا بيه، جمد نفسك في الفرونت اند، كمل نفسك في ال HTML وال CSS، لان دول هم الكور بتاعك. الثلاثه دول هم الكور، الثلاثه دول اللي بيفهموهم البراوزرز، الثلاثه دول اللي بيبنوا الويب بيج اللي احنا قلنا عليها في الاول، هو ده الفرونت اند. فانت ما تتكلمش كلام يقل منك، انت اسمك فرونت اندر صح كده، كمل جميلك بقى يا عم الحاج، وخليك انت كويس كده وشاطر يعني عارف اساسياتك ايه. HTML CSS JavaScript not optional، دول a must، دول ميه وهوا في حياتك. خلينا نجمب على الحاجات اللي انت لما تعرفها هتكون بيتر فرونت اند ديفلوبر، الحاجات اللي انت لما تذاكرها هتكون انت شخص كويس، هتكون انت فرونت اندر متميز شوية، ولكن دول يجوا بعد ما تخلص التلاتة الاولانيين، يعني دول ما يجوش بعد الاول او يجوا بارلل، دول بعد ما تكون انت جامد جدا فرونت اند في ال HTML و CSS والجافا سكريبت، البيزكس الاساسيات الفاندمنتلز. اوكي طيب، دول زي ايه؟ دول يعتبروا بالنسبه لنا الفود بقى والفروتس. انت خدت ميه وهواء، تعال بقى كل بقى الاكل ما يعني ما لذ وطاب يعني زي ما بيقولوا. اول حاجه ديزاين باترنز، خلاص اتعلمت جافا سكريبت كويس، اتعلم بقى تكتب ديزاين باترنز، اتعلم بقى ان انت لما تكتب جافا سكريبت تكتب جافا سكريبت بموديول ولا اوبزرفر ولا فاكتوري ولا فساد ولا اي ديزاين باترن موجود، تكون انت بتكتب الكود بشكل كومنلي معروف ان هو كود كويس performance wise و encapsulation وبيطبق الobject oriented او whatever او modularity. اتعلم الديزاين باترنز دي النيكست ستيب. اوكي انا دلوقتي عمال ببني على اللي فات يا جماعه، ده مش حاجه تتعلمها كده لو انت عارف نص نص جافا سكريبت ولا نص نص سي اس اس، لا اجمد في دول بعد كده تعالى كمل دول. طيب رقم 2 البروبلم سولفنج، انت محتاج تكون عارف الجوريزمز وداتا ستراكشر. اي بليف ان معظم الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ممكن يكونوا خريجين كمبيوتر ساينس او كمبيوتر انجينيرنج ويكونوا درسوا الجوريزمز او داتا ستراكشر. الناس برضو اللي ما تخرجتش من كمبيوتر ساينس او كمبيوتر انجينيرنج ذاكر الموضوع دوت، انا بريكومند انك تذاكر CS50 ده يعني من الكورسات البسيطه جدا اللي دخلك في الكمبيوتر ساينس عموما، وبعد كده انت ممكن تذاكر مع نفسك بقى الالجوريزمز كويس وده ستراكشر كويس، لان البروبلم سولفنج هتساعدك كتير لما تيجي تتنقل لشركه تكون كبيره نسبيا وبتكون بتكير كويس قوي بموضوع البرفورمانس. فانت كفرونت اند ديفلوبر برضو ستيل انت محتاج ان انت تشتغل على نفسك في الموضوع ده كويس جدا. فالبروبلم سولفنج هتميزك، هتخليك بتكتب كود يعني مور ان هو performant، هتخليك ان انت الى حد كبير طريقه تفكيرك في الكود بتتحسن. فده بيبان حتى في الانترفيوز لما يعني بنسال حد سؤال لو هو حتى مش عارف الاجابه بيبدا ان هو يشرح لنا هو بيفكر في ايه، فبحس ان هو لا هو عنده طريقه problem solving كويسه جدا حتى لو هو ما وصلش، انا بالنسبه لي ده satisfaction يعني. طيب اللي بعد كده البراوزر ديف تولز، دي من الحاجات برضو اللطيفه جدا اللي انت هتميزك جدا جدا جدا. احنا كديفلوبرز بنعمل ايه؟ احنا يعني لو وقتنا 100% مثلا، احنا 10% بنكتب كود، 90% بنديباج. احنا بنعمل ايه بنديباج؟ احنا عملنا ايه وكتبنا كود ايه فعشان خاطر كده يعني ايه تعالى ننظف بقى اللي احنا عملناه واللي احنا عكناه ده. البراوزر ديف تولز اصبحت دلوقتي قويه جدا، يمكن الديف تول بتاعت فايرفوكس مفيده بشكل بشع يعني في موضوع الديزاين، بتديك اكسبيليتي هينتس وحاجات لطيفه جدا مؤخرا يعني عظيمه بصراحه يعني. بس طبعا بالنسبه للكروم ديف تول الديفلوبر تول بتاعتهم يعني لا توصف يعني، يمكن دلوقتي ايدج خدها، وكمان عشان ايدج بقى يستعمل الانجن بتاع كروم مبني على كروميوم، ف
اتعلم الديف تولز، اتعلم تتعامل معاها ازاي، اتعلم تديباج ازاي، اتعلم انك تاكسس كل حاجه ازاي، البرفورمانس، كل الحاجات ديت. الديف تولز ما هياش حاجه هينه وهتعليك بشكل كبير جدا، لان الفرق ما بينك وما بين حد تاني في السينيوريتي هو ان انت بتقدر تكاتش الايشو اسرع منه. دي حاجه مهمه جدا. ترانسبايلرز دي برضو من الحاجات اللطيفة قوي، لانك دلوقتي وانت بتكتب جافا سكريبت نزل مثلا سبيسيفيكيشن جديد من ايكما سكريبت وبدأ البراوزر ان هي تطبقه، ولكن في براوزرز بتطبق الموضوع ده بدري وفي براوزرز بتطبقه متأخر. حاجة مثلا يعني اي حاجة زي ايكما سكريبت موديولز مثلا، اي حاجة لو في براوزرز انت بتسبورتها عايز تسبورتها في الابلكيشن بتاعك وهي لسه مش فولي سبورتد او سوري مش فولي سبورتنج بعض الفيتشرز مثلا يعني. فانت بتستعمل حاجه زي بابل جي اس او بتكتب حاجه زي تايب سكريبت يعني كترانسبايلر، فبتكتب الكود بالليتست فيتشرز اللي هي سبورتد في بابل وفي تايب سكريبت وبتترانسبايل او بتكومبايل الكود لفيرجن متاخر شويه او قديم شويه للجافا سكريبت اللي البراوزر اللي انت عايز سبورته بيكون بيسبورت. الناس تهدوا ليه؟ يعني لو في براوزر بيسبورت مثلا ايكما سكريبت اللي هو 5 او ايكما سكريبت اللي هو بتاع 2009 تقريبا، كل البراوزرز دلوقتي بتسبورت كل الفيتشرز اللي فيه، فانت ممكن تخليك تكتب كود ايكما سكريبت 2020 مثلا او 2019 وتعمل كومبايل او ترانسبايل ببابل، فبابل يحول لك الكود بتاعك انت داخليا لايكما سكريبت 2009 او ايكما سكريبت 5. فدلوقتي كل براوزر تقدر تفهم ترانسبايلرز من الحاجات اللطيفه جدا اللي انت لازم تبقى فاهم برضو هي ماشيه ازاي، فتقدر انك تسطبها وتستعمل الليتست فيتشرز، وده هيخليك برضو ديفلوبر احسن او هيسهل حياتك. يعني خلينا نقول اليونت تيستينج. اليونت تيستينج من الحاجات المفيده جدا اللي انت المفروض تتعلم انك تكتبها، ولازم تبقى دايما تيست دريفن وتكون دماغك متسيستمه ان انت بتكتب تيستس وبناء عليه انت يعني الكود بتاعك تيستابل. يعني في بعض الشركات كده زي ما نقول لك ايه if you can't test it don't write it، لو الكود ده مش تيستابل ما تكتبوش. في بعض الشركات بتبقى عاملة كده، وبصراحة الكود كواليتي بتاعتهم والكود بيز بيكون عظيم جدا. يعني انا بأبريشيت جدا لو انا طلبت برضو assessment من حد يعمله في انترفيو وبعتهولي في يونت تيست. انا بدخل اليونت تيست نفسه لما بدخل ابص على التيست كيسز بيبين لي قد ايه الشخص ده فاهم هو بيعمل ايه وفاهم الكود اللي هو كاتبه. فاليونت تيست كمان وانت بتكتبه بيخليك تفهم كودك انت اكتر، لانك بتكتب كود بيفهم الكود. فدي حاجه لطيفه جدا ومهمه جدا انك تتعلمها بعد ما تكون عرفت البيزكس. اليو اي واليو اكس، في ناس ممكن تستغرب في الوقت الحالي يعني طب انا بطلب ليه من حد فرونت اند ديفلوبر ان هو يعرف يو اي ويو اكس؟ لا انا بطلبه جدا كانهانسمنتس، لان انت كفرونت اند ديفلوبر انت مش ماشين بيخش لك من الجنب ده الديزاين من الجنب التاني يطلع انتراكتيف كود. لا انت مش كده، انت المفروض ان انت ليك وجهه نظر، ومفروض لو انت لسه صغير في المجال ولسه بادئ تكون بتقعد مع الديزاينرز اكتر وبتسال هو ده معمول كده ليه، وبتفهم يعني من باب انك تفهم مش باب الاعتراض، عشان خاطر بعد كده لما بتروح شركات تانية كبيره نسبيا وبيكون مرمي عليك انك شغل شويه له علاقه بالديزاين بتبدا انك تتناقش. انا شخصيا دلوقتي في الشركه اللي انا فيها معايا ديزاينر هايل جدا، ولكن احيانا بيبقى في حاجات واقعه منه عادي. بدخل كده على ديزاين ببص عليه واقول له طب خلي بالك في كيس فلانيه احنا مش عاملين لها كفر، طب هقول لك انا هعمل هكفر الكيس ديت واوريك انا عملت ايه وكده. فبعمل الكيس وبتناقشها بناقشها معاه، احيانا كتير بيتفق معايا يقول لي خلاص ديت تمام كده احنا هنمشي بالاقتراح بتاعك، او يقول لي طب ايه رايك نغير ديت نخليها كذا، او لا ديت احنا جربناها قبل كده في يوزابيلتي تيست فيها كذا. فانا بتعلم انا كمان منه في نفس الوقت، وفي نفس اللحظه هو كمان بيتعلم مني ان انا عندي اكسبيرينس انا جربتها قبل كده فبجربها في الابلكيشن بتاعنا. فهو sharing knowledge. اليو اي واليو اكس انت ممكن ما تكونش بالديزاين، ما بتفتحش اي ديزاين لا فوتوشوب ولا اي حاجه ولا زيبلين ولا اي حاجه، ولكن انت ليك كونتريبيوشن، لازم تبقى انت فاهم في اليو اي. يعني لما يجي لك مثلا حاجه تشينج او كيس مش كفرد في الديزاين ما تبلوكش نفسك وتقول لا بقى لما ديزاينر يجي. انت لازم يبقى لك وجهه نظر، لازم لما مثلا يكون في باليتد كلرز انتوا بتستعملوها وتلاقي في كلر مش مظبوط يكون ليك عندك ايه pay attention to colors. لازم يكون عندك شويه سنس اوف ديزاين في نفس الوقت. خلي عينك مع الديزاينر، انت مش بالديزاين بس انت ليك وجهه نظر وليك حق انك تتناقش في الموضوع لان انت بتيمبلمنت القصه ديت، فبناء على خبرتك انت تقدر ان انت تحط انبوت انت كمان. وفي معظم الاحيان بناء على خبرتي يعني هم مش كل الديزاينرز بيكسبتوا الموضوع ده قوي، بس حاول
جرب ان انت تتناقش مع مع الديزاينرز اللي معاك، لو كان بيأكسبت وجهات النظر وهو كمان حابب ان هو يتعلم، دي هتكون حاجة لطيفة جدا يعني، وهتعليك انت كفرونت اندر جدا. جيت وجيت هاب اتس نوت يعني ان اوبشن قوي انك تبقى مش عارف جيت دلوقتي، ويمكن لو دخلتوا على الشانل بتاعتي على اليوتيوب في سلسله كبيره جدا عن جيت شرحت فيها جيت، يمكن من البيزكس لغايه حاجات ادفانس جدا في الريبيزنج والسكواشنج والتشيري بيك والحاجات دي، ممكن تبقوا تدخلوا تبصوا عليها. وجيت هاب دلوقتي جيت هاب في تقريبا كل الكود بيز، مش عايز اقول كل الكود بيز يعني معظم الاوبن سورس لايبرز اللي موجوده في العالم موجوده على جيت هاب. طب ايه الميزه في ان انا بعرف جيت وجيت هاب؟ انت هتقدر ان انت تنزل كود مش بتاعك وتبدا ان انت تلعب فيه وتتعلم فيه وتبدا ان انت تكونتريبيوت اوبن سورس. الموضوع ده مفيد جدا جدا جدا، ويمكن انا دعيت للموضوع كذا مره ان الناس تبدا تاخد اي كود من على الريبو بتاعي وتعمل له كلون وتبدا تغير فيه وتعمل بول ريكويست وتاخد كومنتس، ده اللي هيفيدها بشكل كبير جدا. فجيت وجيت هاب انت مهم انك تتعلمهم وهيفيدوك جدا في المرحله دي. الباكج مانجرز والسيلاي تولز، طبعا باكج مانجرز يمكن الناس القديمه شويه تفتكر ان احنا يمكن في 2012 ولا حاجه كان في باكج مانجر كده مشهور بتاع اليو اي والفرونت اند كان اسمه باور، مش عارف الناس تفتكر ولا لا. باور دلوقتي يعني خلاص انتهى تقريبا، لان ام بي ام كان معمول كباكج مانجر هو اسمه نود باكج مانجر، كان بتاع الباكجز بتاعت نود بس. وبعد كده باور كان هو اللي واخد القصة التانية، ونود بعد كده عمل انهانسمنتس احسن في الديبندنسز والكلام ده، فبدأت الناس تسويتش اليو اي لايبرز بتاعتها والفرونت اند لام بي ام. وطبعا ام بي ام دلوقتي سيطر، ويعني مايكروسوفت اشتريته ولا جيت هاب، وجيت هاب اصلا بتاع مايكروسوفت ربنا يستر. ودلوقتي ممكن تتعلم كمان سي اي تولز زي يارن اللي طلع من فيسبوك من كام سنة كده، برضو لطيف جدا يعني وسريع، وفي حاجات فيتشرز رهيبه جدا زي الورك سبيس وحاجات كده، اتعلمهم دول هيفيدوك. طيب خلينا بقى نبص على الحاجات اللي يو دونت هاف تو فوكس اون ان ذا بيجينينج. ما ينفعش ان انت وانت داخل مجال الفرونت اند كده تدخل بصدرك وتقول انا هتعلم الحاجات، ودي يمكن الحاجات اللي هي الكومن جدا ان هي ممكن تحصل، والناس للاسف بتنصح الناس الصغيره ان هي تتعلمها قبل ما تعرف الحاجات البيزكس اللي انا كنت بتكلم فيها من شويه. دول انا بعتبرهم جانك فود، انت بتاخدهم يعني انت لسه هو جعان جدا ما فيش هوب بتيجي واخد لك واحد بيتزا ولا همبرجر، هم ساعات طعمهم حلو انا معاك والله، بس انت بتجوع بسرعه بعدهم، ما بيكونوش بيفيدوك جدا، جنك في الاخر احنا كلنا عارفين بيروحوا فين. فانت محتاج ان انت تتعلم انك تاكل حاجه هيلثي زي اللي احنا كنا نتكلم عليها من شويه، وبعد كده عايز تجرب يا عم جنك جرب جنك. مع العلم ان الحاجات ديت انك تتعلمها ليتر مش هتبقى جنك فود ولا حاجه، انك تعلمها بعد ما تتعلم كل الحاجات القديمه اللي قبل ديت اللي احنا اتكلمنا فيها مش هيبقوا جنك، هيبقوا حاجه كويسه، بس دول لو بدات بيهم هيبقوا جنك، هيبقوا ما لهمش اي لازمه، هيبقى كل اللي انت بتعمله ان انت بتبني يعني 50 دور على اساسات تعبانه، فممكن في اي لحظه تلاقي نفسك بتفلك شويه بيسموها كده اللي هو ايه، عارف انت الموجه اللي انت بتطلع فوق وتنزل تحت، بتطلع فوق وتنزل تحت، تطلع فوق تتعلم حاجه كويسه جدا فتحس ان انت جامد جدا، هوب تتسال سؤال في انترفيو ولا يجي لك مشكله في الشغل مش عارف تحلها تلاقي نفسك حاسس انك صغير قوي، فبتطلع وتنزل تطلع وتنزل، بعكس الكيرف الثاني بيطلع دايما لان هو بادئ صغير بطيء شويه في البروجريس، بس ليتر بيكون ستيبل جدا وعارف هو بيعمل ايه. حاجات بقى اللي انت مش المفروض ما تعرفهاش في الاول او ما تركزش عليها اصلا في الاول. رقم واحد السنجل بيج ابلكيشن فريم وركس، الانجلر والرياكت والفيو، ده يمكن من الموتيفيشن الكبير جدا بالنسبه لي، لان انا لاحظت ده مؤخرا، حد يبقى لسه بادئ يا دوب يعني بالكرتونه ما قرر ان هو يبقى فرونت اند ديفلوبر، فهوب رايح اتعلم رياكت يا فندم، رايح اتعلم فيو يا حبيبي، هتعلم انجلر، ما ينفعش يا بيه، انت فرونت اند ديفلوبر يعني انت ما ينفعش ترتبط بتكنولوجي معينه، الحاجه الوحيده اللي انت مفروض ترتبط بيها هي الحاجات اللي ليها علاقه بالفريم ورك بالفرونت اند سوري، اللي هي الجافا سكريبت والاتش ام ال والسي اس اس، دول اساسيات اللي اي حاجه في الدنيا بتترجم في الاخر ان هي تروح تبقى الثلاث حاجات دول، تمام؟ فانجلر رياكت فيو دول مبنيين بالجافا سكريبت، لو طلع بكره يعني لايبرري جديده هترمي اللي في ايدك وتروح تتعلم الجديده؟ لا طبعا، الا لو في نيد يعني. فدلوقتي انت لسه داخل المجال ما تبصش لدول، ما تبصش للانجلر ولا رياكت ولا فيو غير لما تبقى انت كويس جدا في البيزكس وتتعلم تنهانس نفسك، هوب خلاص انا دلوقتي جاهز ان اتعلم فريم ورك،
يلا خش اتعلم فريم ورك. وانت بتعلم الفريم ورك بقى وانت عندك بيزكس كويسه، صدقني هتحس بفرق رهيب جدا عن واحد داخل كده هبدأ على طول على لايبراري ولا على فريم ورك من دول. بالمناسبه رياكت هي لايبراري عشان خاطر الناس ما تقعدش تتكلم تقول لك اه دول مش فريم ورك، وفيو برضو لايبراري، فيو لايبراري. بس هم معروفين اسمهم سنجل بيج اب فريم وركس، فيعني حطيتهم مع بعض عشان خاطري ما تخشش في الحاجات دي غير لما تبقى فاهم بيزكس كويس. ما تسمعش كلام حد يقول لك انت لسه داخل روح اتعلم رياكت عشان الشغل بتاعها. ماشي يا حبيبي، ممكن تلاقي شغل وممكن تبقى خلاص لقيت شغل واشتغلت، بس البيزكس بتاعتك هتبقى تعبانة، ومع اول مطب هتبان ان انت نص كم. يعني اليو اي فريم وركس، بوتستراب، فاونديشن، ستايلس، ايا كانت اللايبراري اللي انت بتستعملها، ما تروحش تجري تستعمل بوتستراب وفاونديشن والحاجات دي. ما تروحش تعمل الحاجات دي لو انت ما انتش جامد في السي اس اس والاتش تي ام ال. ستيل الحاجات دي بتساعد جدا، والحاجات ديت ريدي وانز. هم ليه عملوها؟ عشان خاطر البويلر بليت كود، عشان خاطر الناس ما تقعدش تكتب كود كتير. بس انت وانت في البدايه انت محتاج تكتب كود كتير، لا انت لازم تكتب كود كتير. احنا ده نوت اوبشن، يعني اكتب كود كتير، اتعلم كل حاجه، وصدقني لما تبقى جامد في اتش ام ال وسي اس اس هتدخل بقى في البوت ستراب ولا تستعمل فاونديشن ولا الحاجات ديت، انت اصلا مش هتبقى حابب انك تستعمل الحاجات دي ولا تضيفها عندك، هتقول انا هستعمل حاجات جاهزه، او تستعمل بقى حاجه زي ماتيريال يو اي ولا وات ايفر. هتبقى انت فاهم كل حاجه جواها عامله ازاي وتقدر تعدل فيها ببساطه. ولكم عبره في الراجل اللي انا كنت بقول لكم عليه اللي ما عرفش ان هو يغير الجلو اللي حوالين التكست بوكس ده. الجافا سكريبت دايلكتس، التايب سكريبت، الكوف سكريبت، دارت، اوعى تركز على الحاجات دي في الاول، اوعى. يعني يمكن نسبيا استثني منهم التايب سكريبت، لان التايب سكريبت هي سوبر سيت من جافا سكريبت، فانت في الحقيقه بتكتب جافا سكريبت عادي، بس هو في شويه فيتشرز زياده طالعين فوق الجافا سكريبت كده. فلو كتبت تايب سكريبت بجافا سكريبت بس كود، ما تضفتش اي حاجه من عندك، هيشتغل عادي. بس خلينا نحطهم في جمله واحده كده، ما تتعلمش دايلكتس غير لما تبقى كويس في الجافا سكريبت نفسها، لان دول كلهم بيترجموا في الاخر لجافا سكريبت نفسها، فيا ريت تتعلم جافا سكريبت نفسها. انت مش عارف النهارده في الحاجات دي، بكره يبقى ممكن يبقى في ايه، تعلم التانيين بعد كده، تعالى اتعلم اللي انت عايزه من الحاجات دي. الثيرد بارتيز، لو داش ومومنت جي اس ومش عارف ديت اف ان اس والحاجات دي كلها لطيفه وجميله ويوتيليتيز كويسه، لكن صدقني انت مش محتاج ان انت تتعلم الحاجات دي في الاول، ومش محتاج انك تعتمد عليهم في الاول، لان هي بتبني باد براكتس رهيب جدا انت مش محتاج ان انت تبنيه في الاول. خليك اكتب كل حاجه بايديك، اتعلم كل حاجه بيزكس كويس، براكتس كتير، بعد كده ممكن تستعمل الحاجات دي يعني لو هي بتوفر لك كود كتير. يعني البندلر زي ويب باك ورول اب والحاجات دي مفيده ولطيفه، ويعني التاسك رانر زي جلب والحاجات دي كمان، ولكن انت مش محتاج انك تعرف الحاجات دي في الاول، فما تدوش دماغك بيها خالص لغايه لما انت تبقى جامد في الحاجات الاولانيه اللي اتكلمنا فيها والحاجات الانهانسمنتس، بعد كده تعالى ابقى فكر في الرول اب والبندلرز والحاجات دي. طيب وات كان اي دو ناو، ايه اللي انا المفروض اعمله دلوقتي؟ خليني اديك يعني في نهايه السيشن كده عشان خاطر الوقت جري مننا، فاضلش غير ربع ساعه تقريبا، 10 ingredients، 10 يعني حاجات لو حطيتهم على بعض وحطيت قدام عينك كده ان دول هما الاساسيين اللي انت هتشتغل عليهم، هتحس ان انت فرونت اند كويس، او هتحس ان انت ماشي على الطريق الصحيح، او هتحس ان انت على الاقل واثق في خطواتك. انا عندي كذا، عندي كذا، هعملهم كده كتشيك بوكس قدامك. انا مشيت على كذا، مشيت على كذا، لا ما مشيتش لسه على كذا، همشي عليه، واعرف الجابس بتاعتك واشتغل عليه. فدول العشرة انجريدينز اللي انت تحطهم على بعض كده فتعمل فرونت اند ديفلوبر ريسيبي كويسه. يعني خلينا نبدا. هنت صغيرة بس ان هو الحاجات ديت completely based on my experience، دي خبرتي انا الشخصية اللي انا بقدر ان انا بنصح بيها لأي حد، عشان خاطر برضو يعني ممكن حد تاني يختلف معايا ان هو يكون عنده حاجات تانية، ياريت تكتبها لنا برضو في الكومنتس، احنا ممكن ان احنا نستفيد كلنا بيها. فدول الحاجات التوب of my head يعني اللي انا ممكن ان انا اقولهم لأي حد right away. اول حاجة focus على البيزكس، انا قلتها كذا مرة وحقولها تاني، البيزكس 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 البيزكس. البيزكس دي يا جماعه اساسي في حياتك. البراوزر ما بيفهمش غير ثلاث حاجات، HTML و CSS و JavaScript، اي حاجه تانية بتترجم ليهم. فركز في الحاجات الاساسيه، ومين عارف يا سيدي انت ممكن انت في يوم من الايام تعمل لايبراري الناس ثانيه تستعملها. فلما تيجي تبني لايبراري انت هتبنيها بالحاجات الاساسيه دي، مش هتروح تعمل لايبراري تكون درايفد من حاجه تانية. مش هتروح تجيب مثلا انجلر تعمل لك لون وتروح تعمل ذا نيكست انجلر يعني.
فتعلم الجافا سكريبت كويس جدا، تعلم ال HTML كويس جدا، تعلم CSS كويس جدا، تروحش تجري على اللايبريز الجاهزة. واللايبريز ديت هي الحاجات ديت قد تكون مفيدة ولكنها جانك في الأول. حبايبنا بتوع الباك اند بيستسهلوا ويستعملوها عشان خاطر هم ممكن يكونوا مش قويين جدا في الحاجات بتاعة الفرونت اند، فدي حاجات جاهزة ممكن يكونوا حاجات مفيدة ليهم، بس ليك انت كفرونت اندر بالعكس بتديك باد براكتس وحش جدا. يعني اتعلم CSS تاني. CSS essential للفرونت اند ديفلوبر. انا ليه عملته في بوينت لوحده هقول لكم ليه. ايام زمان كنت بحضر سيشنز وحاجات كده من ايام ما كنت طالب حتى يعني، فكان زي ما قلت لكم ايام زمان ما كانش في حاجه اسمها فرونت اند ديفلوبر، فكان اي حد كان ممكن يعك الفرونت اند عادي يعني، كان اي حد ممكن يجي داخل كده عامل شويه كود، اهم حاجه ان هو باين الشغل بتاع الباك اند رماه قدامك في الصفحه وخلاص يعني، مش فارق معاه شكلها عامل ازاي، مش فارق معاه سيمانتيك وايز عامله ازاي. فهحكي لكم حاجه لطيفه قوي، ان هو كان في واحد كده حضرت له قبل كده سيشن، ف او هي كانت ورك شوب الحقيقه يعني، فكل الحكايه ان هو كان بيبني لنا ويب بيج ماستر بيج وبتاع، فكان كل اللي بيعمله ان هو بيجي جايب تيبل رميه، فيستعمل السلاله اللي فوق ان هي الهيدر، والسلاله اللي تحت ان هي الفوتر، والسلاله على الشمال ولا على اليمين ديت اللي هي المنيو، والسلاله اللي في النص دي عباره عن البادي بقى، ويبدا ان هو يكود ويكمل وعادي جدا. طبعا الموضوع كان سهل جدا ان هو يتعمل بالشكل ده بصراحه يعني، مش هكذب عليكم، ولكن سيمانتيك وايز كان عك السنين، عك السنين يا فندم يعني. لا استعمل مثلا يمكن سي اس اس جريد حاجه جديده مثلا، كان ايامها كان في ديفز وكان في فلوتنج لي اوت، دلوقتي في فليكس وفي سي اس جريدز وفي في حاجات عظيمه جدا. اتعلم سي اس اس كويس جدا، وتعلم تعمل لي اوت كويس جدا، ده اساسي يا جماعه ومش اوبشن. وصراحه يعني خلاص مش عايز اتكلم تاني في الموضوع ده. اتعلم سي اس اس خلاص. رقم 3 build examples in courses or articles. لما يكون في حد عامل كورس او فيديو سواء على اليوتيوب، على اي قناه تانية، على كاتب ارتكل، وعامل اكزامبل بيوريك فيه الدنيا ماشيه ازاي، يا ريت الاكزامبل اللي هو عامله دوت ما تقعدش تتفرج انت مش بتتفرج على مسلسل، اللي انت بتتفرج عليه دوت طلع اديتور على طول، ولا طلع الاي دي اللي انت بتستعمله واكتب وراه وجرب، ولو ما اشتغلش اساله في الكومنتس خليه يساعدك انك ازاي تطبق الكلام ده، لان انت لو ما طبقتش الكلام ده الكلام هيخش من اليمين يطلع من الشمال. طبق الكلام ده، دي نصيحه مهمه جدا عشان خاطر لما انت تيجي تتعلم بعد كده من توتوريالز تاخد منها يعني ذا ماكس يعني. دي بقى برو تيب يعني هتشكرني ليتر على الموضوع ده. براكتس، البراكتسنج ليه طرق معينه بعد انت ما تبقى جامد وتعلمت الاساسيات. بيك وان بارت اوف ا بوبولار سايت اند ميميك ات. افتح بقى فيسبوك، افتح تويتر، افتح جوجل، افتح اي سايت، وبعد كده اعمل ميميكينج او قلد جزء من الاجزاء ديت، بس خليه ايدنتيكال للحته ديت من السايت. تمام، عندي مثال لطيف قوي شفته من كام يوم لواحد، خلينا اوريه لكم. كان عامل دخل على السايت بتاع جوجل فلايت، وفي هنا ايه ديت بيكر بتاع الجوجل فلايتس نفسها، يعني بتختار الديت وبتختار الان ديت ودن. تمام، فطبعا دي لطيفه جدا، بس جوجل اللي عاملاها. هو الراجل عمل ايه؟ راح عامل رياكت لايبرري اسمها رياكت جوجل فلايت ديت بيكر، وراح جاي عامل ميميك لنفس الحاجه بالظبط. طبعا بتاعت جوجل مش اوبن سورس، بس هو عملها اوبن سورس، وراح جاي مقلد نفس الحاجه بالظبط. ده مثال لطيف جدا اللي انا بقول لكم عليه. طيب انا يعني بعتقد ان الشخص ده استفاد استفاده عظيمه جدا من بس ان هو راح جاي مقلد نفس الديزاين بنفس الاكشنز بنفس الجافا سكريبت بنفس كل حاجه زي ما جوجل عاملاها. الموضوع فارق جدا، اتعلموه يا جماعه، وصدقوني دي نصيحه غاليه، حاولوا تمشوا بيها حقيقي يعني. ف دي براكتس. بعد كده learn things when you need it. من الاخر كده don't follow the hype، ما تخليش حد يلعب في دماغك، ما تخليش حد يقول لك انت بتكتب انجلر اجري اتعلم رياكت، انت بتكتب مش عارف جافا سكريبت هو لسه حد يبني حد بيكتب جافا سكريبت اجري اتعلم تايب سكريبت. اوعى تسمع كلام حد، اتعلم الحاجه لما تكون محتاجها. يعني انت لو شغال في شركه دلوقتي بتكتب انجلر جي اس مثلا، اكتب انجلر جي اس. مش عاجبك الانجلر جي اس، دور على شركه تانية بتشتغل في تكنولوجيا انت حاببها.
لكن ما تبقاش انت بتشتغل on daily basis full time بانجلر جي اس وراح تتعلم انجلر ولا راح تتعلم فيو وانت مش هتستعملها مثلا. يعني انا ما عنديش مشكله انك تروح تتعلم الحاجات دي في يور سبير تايم، بس ما تروحش تانفست تايمك كله ومجهودك كله في انك تتعلم حاجه انت مش هتكتبها كل يوم، او حاجه ممكن اصلا انت تتعلمها النهارده. انا هقول لكم مثال، يعني مش عارف حد معايا في الموضوع ده ولا لا، بس انا مثلا الريجولر اكسبريشن انا اتعلمتها فوق ال 100 مليون مره حقيقي، كل مره بنسى. ليه؟ لاني مش بكتب ريجولر اكسبريشن كل يوم. انا عارف شويه اساسيات، بس لما اجي اكتب مثلا ريجولر اكسبريشن بيعمل فاليديشن لحاجه معينه مش كل يوم بكتبها، فبنسى. انا بنسى يا جماعه، طب اعمل ايه؟ قررت بقى الموضوع ده، ما اتعلمش حاجه غير لما اكون محتاجها. انا النهارده محتاج اكتب ريجولر اكسبريشن، بدخل كده ربع ساعه ولا نص ساعه اقعد اعرف الريجولر اكسبريشن تاني واشوف كل الاختصارات واللي المفروض اعمله، وادخل على واحد من السايتس ديت واقعد اكتب التست كده اللي انا عايز اعمله ايه، بعد كده يخلص عادي. انا يعني مش لسه نيوبي، بس ما تتعلمش حاجه غير لما تكون عايز. قبل كده اتعلمت كنت بقعد كده بالساعات اكتب ريجولر اكسبريشن وابقى جامد جدا فيها وبنساها، ما بكتبهاش كل يوم. تمام، ما تركزش على الهايب، ركز على اللي انت محتاجه. ما تروح شركه محتاجه حد بيكتب فور اكزامبل رياكت، اقعد على نفسك وتعلم رياكت كويس جدا، لانك ده هتكتبه وده هتاخد فيه خبره. حد شركه رايح شركه بتكتب تايب سكريبت، اتعلم تايب سكريبت. رايح شركه بتكتب انجلر، روح اتعلم انجلر. ما تروحش تتعلم حاجه بيكوز واي نوت. لو عندك وقت وعايز تعمل ده فور فان اعمله، بس ما تروحش تنفست كل وقتك في حاجه انت مش هتكتبها، لانك لو اتعلمتها بس وما عملتش براكتس في مشروع كبير كانك ما اتعلمتهاش. البروبلم سولفينج موضوع اساسي جدا، الجوريزمز ذا ستراكشر امبورتنت جدا، بيساعدوك في التفكير. انا عارف ان في بعض الحاجات متكرره، بس انا بسمرايز ايه اللي انت مفروض تعمله. الحاجات دي كلها هي الكول فور اكشن يا جماعه اللي انتوا لازم تاخدوها النهارده مش بكره. الحاجه اللي بعدها ستاي اب تو ديت، مهم ان انت تبقى عارف ايه النيو فيتشرز والتكنولوجيز لثقافتك انت الشخصيه، تبقى عارف ايه اللي موجود في السوق، وتبقى عارف ليتر لما انت تكبر شويه هتكون انت الديسيجن ميكر، تكون انت بتديسايد. فلما مثلا يجي قدامك بروبلم ويقول لك احنا نستعمل تكنولوجي ايه في المكان ده، انت ممكن تكون مش عندك اكسبيرينس كفايه مثلا سي مثلا في فيو، بس انت سمعت او قريت نيو فيتشرز في فيو ان هي فيها سمبلستي في الحاجه الفلانيه، فتقدر وانت بتتناقش تقول والله انا شفت ان فيو فيها كذا كذا كذا، خليني اعمل ريسيرش وارجع لك تاني. طب انت بقى لو ما تعرفش اصلا فيو فيها ايه، هتقدر انك تتكلم في حاجه زي دي؟ اكيد لا طبعا. فانت ستي اب تو ديت انك تسمع ايه الجديد، ونيفر ان انت عندك تايم اتعلم. انا مثلا فيو انا عمري ما كتبت فيو فول تايم في شغل، ولكن فيو قبل كده كان عندي وقت كده في ويك اند وقلت ايه طب يعني جيف ات تراي عشان خاطر من بابي يعني ما بقاش جاهل بيها. رحت جاي فاتح عملت جيت هاب ريبو، ورحت جاي عامل اسمه فيو بلاي جراوند، ورحت جاي عامل ابلكيشن صغير كده جيت هاب وبتاع، اتعلمت شويه حاجات فيه يعني نايس تو هاف، بس انا ما اشتغلتش فول تايم بفيو، فمش هينفست تايم كتير ان انا ابقى اكسبيرينس بفيو. يعني انا مؤمن باي اي حاجه اي فريم ورك من دول او اي لايبرري من دول ممكن انك تتعلمها ويزن 1 ويك طالما انت عندك بيزكس كويسه وطالما انت عملت حاجه شبيهه ليها قبل كده. تمام، بيك جود ريسورسز تو ليرن فروم، اختار الريسورسز اللي انت بتتعلم منها مش اي ريسورس تجري عليها. انا دايما ببيت بصراحه على الدوكس بتاعت ام دي ان، زي ما قلت لكم قبل كده ام دي ان عظيم جدا، ما كانش كده زمان ولكنه عظيم جدا دلوقتي، هو دلوقتي سورس اوف تروث بالنسبه لي لو اجي اتعلم اي حاجه بيزكس للويب. تاني فوكس على البيزكس، انا عملتها تاني قاصد عشان خاطر الفاندمنتلز دي الارسنال بتاعتك، دي الحاجه الاساسيه اللي انت هتعدي بيها. انا عارف ان انا زنيت كتير في الموضوع ده، صدقوني الموضوع مهم اهم مما تتخيلوا. يعني don't be in a rush، دي خليتها اخر نصيحة ليكو، ما تستعجلوش يا جماعة، تستعجلوش. المجال بتاعنا مجال كويس جدا، شغل وايز وبرستيج وفلوس وكل حاجة كويس جدا طبعا لو انت حابه يعني، فما تستعجلوش، خد وقتك وصدقني هتبقى مبسوط جدا بعدين. learning curve مهما كان بطيء ده انت هتابريشيته ليتر، بعدين انت هتحس جدا ان هو اوكي انا خدت وقت كتير في الموضوع ده، بس بصراحه فرق معايا جدا لما بقيت سينيور، حسيت ان انا سينيور بجد، انا ما نطيتش يعني لمجرد ان انا شركه صغيره وكل الموظفين اللي فيها سنهم صغير فانا بقيت سينيور. لما تطلع تروح شركه كبيره شويه هتحس ان انت لا، السينيوريتي ميجرمنت مختلفه تماما. يعني انا يعني كنت في مصر، لو لسه في مصر لغايه دلوقتي كان زماني مرتاح تيم ليد، بس تيم ليد
يعني التايتل ولا حاجة، التايتل ولا حاجة، انت اهم حاجة بالنسبة لك تكون كونكريت، تكون قوي جدا في اللي انت فيه، تكون عامل بيس كويس جدا للهرم اللي انت بتبني فوقيه كل الاكسبيرينس بتاعتك، ما تكونش بتبني مسلة وتكون مخوخة من تحت، تمام؟ فما تستعجلش وخد وقتك جدا. بس كده، ده اللي انا كنت عايز اتكلم معاكم فيه النهاردة. شكرا جدا على مشاهدتكم وعلى يعني حسن استماعكم. هستناكم ان شاء الله، ممكن تتواصلوا معايا اونلاين على اللينكات ديت، ده السايت بتاعي مدحت داوود دوت نت، وعلى تويتر وعلى الفيسبوك بيج، وطبعا على التشانل بتاعتي وجيت هاب عشان خاطر لو عايزين تسألوني اي اسئلة هناك. هستناكم بعد الفيديو ده على طول، ولمدة ساعة ممكن اجاوب على اي اسئلة انتوا سألتوها لي في الكومنتس تحت الفيديو دوت. وشوفكم على خير ان شاء الله، وشكرا تاني لكات على استضافتي، وان شاء الله تكونوا آمنين في الحظر. يلا سلام عليكم.